امامنا العمامي وفرج عبد الحفيظ، وفي انتظار صافرة حكم اللقاء السيد مفتاح العالمي. شوفوا المحاولة، كرة ملعوبة، هدف رائع، هدف لمصلحة فريق الأهلي، هدف لمصلحة فريق الأهلي. سنتابع الإعادة. عبد الرحمن العمامي صاحب المبادرة الأولى في هذا اللقاء، التسديد المفاجئ في هذا اللقاء، هو من يفتتح التسجيل في هذه الأمسية. إذن تقدم على صعيد النتيجة لمصلحة فريق الأهلي بعد مرور قرابة أكثر من 12 دقيقة لعب تقريبا من انطلاق صافرة البداية. أصبح فريق الأهلي يتقدم بهدف واحد مقابل لشيء، وحنشوف الإعادة وحنشوف حكاية الهدف الأول في هذه المباراة الكبيرة. هدف أول لمصلحة فريق الأهلي. بدأت الحكاية. عبد الرحمن العمامي، شوف الكرة مباشرة إلى الشباك. إذا الركنية والمحاولات الأخيرة في هذا الشوط الأول، تم تنفيذ الركنية، هدف، هدف لصالح فريق الأهلي، هدف لصالح فريق الأهلي، هدف عن طريق معتز المهدي. معتز المهدي استقبل الكرة المرفوعة من الركنية وعلى القائم الأول، وها هو معتز يحتفل بطريقته الخاصة بهذا الهدف الجميل. إذن هدف ثاني، أصبح فريق الأهلي يتقدم بهدفين، تضاعفت النتيجة. معتز المهدي يسجل الهدف الثاني. شوفوا الإعادة وحكاية الهدف الثاني. كرة المرفوعة من الركنية على القائم الأول، يمر معتز المهدي ويفلت من الرقابة ويحرر نفسه من الرقابة ويضع الكرة. نشوفوا الإعادة، شوفوا الحكاية كيف بدأت، شوفوا معتز كيف حرر نفسه من الرقابة واستطاع أن عبد الرحمن من جديد حاول يمر، لكن ترجع من فوسيني، تعود لموزيس اللاعب النيجيري باتجاه سادومبا. معتز وسادومبا، سادومبا، إدوارد سادومبا، إدوارد سادومبا يعانق الهدف الثالث ويحتفل ويستعرض إمكانياته أمام المصورين في هذه اللقطة التذكارية، اللقطة الجميلة شاهدناها منذ لحظات. كنت أود أن أقول أن إدوارد سادومبا كان في استراحة محارب، ولكن يظهر في اللقطة الماضية ويتقدم المشهد ويحرز الهدف الثالث في رصيد فريقه الأهلي. إذن أصبح فريق الأهلي يتقدم على صعيد الأهداف بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. حنشوفوا الإعادة من جديد، شوفوا التمريرة، كان في تجانس واضح في اللقطة الماضية بين معتز المهدي وبين إدوارد سادومبا. التمريرة كانت على طبق، وإدوارد سادومبا يظهر في هذه اللقطة ويسجل الهدف الثالث في رصيد فريقه الأهلي. كنت أود أن أقول كما أشرت أن إدوارد سادومبا كان في استراحة محارب، مشى على صدارتك في على قمة صدارة الهدافين بالنسبة للمسابقة المحلية لكرة القدم. شفنا الهدف الثالث منذ لحظات. حنشوف الإعادة، ودائما زي ما قلنا في الإعادة إفادة لنا ولكل السادة المشاهدين. إذن تغيرت لوحة الأهداف هنا، وأصبحت النتيجة تصب في مصلحة فريق الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد.